مشاهدينا الكرام، التقينا بهالشباب، خلينا نتعرف عليهم. مساء الخير. مساء النور. ان شاء الله الصحة والعافية. الحمد لله، شكرا. تعرفنا على حضرتك؟ مصطفى من بغداد. يا اهلا وسهلا مصطفى. عمل حضرتك؟ عملي متخرج يعني. اوكي، خرجت شنو؟ خرج تربية لغة انجليزية. حلو. طيب توظفت؟ ان شاء الله. ان شاء الله معلم. هلا يعني معلم انجليزي؟ ان شاء الله. الله يعينك على هالجيل. لا سهلة. سهلة؟ لا سهلة. مساء الخير. مساء النور. شلون الصحة والعافية؟ الحمد لله تشرف. تعرفنا عن حضرتك؟ عبد الرحمن صباح من بغداد. عمل حضرتك؟ انا منصب كاميرات مراقبة بغداد اشتغل. حلو. من جد يعني صار لك بهاي العمل؟ يعني قريب 6 سنوات صار لي. شلون كان هواية عندك او والله شغف وقتها. شفت واحد قدامي استاذي اللي هو علمني، وبصراحة هو ما علمني بس انطاني خطوة واحدة وانا بديت بيها وحبيت هاي الشغلة، والحمد لله والشكر يعني هذا العمل هو خدمي قبل لا يكون عمل كرزق لي. نعم. وخدم للبشرية وهذا الشيء حبيته كلش. الحمد لله كلش احبه. شنو كان حلمك تكون وما صار؟ والله يعني على مجال دراستي. نعم. طالب هندسه انا يعني مرحله ثالثه حاليا. ان شاء الله كل التوفيق. الله يسلمك. التوفيق للجميع. وطالب هندسه طبيه يعني احب يعني في مجال يخدم البشر. احب الفراغ وهاي السوالف. لا احب هندسه مجال طبيه كاميرا. احب مجال يخدم البشر. وبنفس الحاله يا برج يعني انت؟ انا ما اعرف شهر الثالث اعتقد برج الحوت. حنونين حنونين. ايه الحمد لله. هاي عده سالفه انه يريد يخدم احد. الحمد لله الحمد لله. بس يما اذا واحد تحارش بيه. لا لا طيب هو. اي بس اذا حظه وجه. لا اذا حظه وجه سلمى بيد ربي ما عندي غير هذا الشيء. هاي من شوكت. ما شايف عصر من هذا الشيء. انت يا برج. انا الجوزاء. مسالمين. الحمد لله. والله مسالمين. بعدين شنو هالطول هذا؟ ايدي كتفي في راحت وانا رافع البطن. اكلتك المفضله؟ والله دولمه. باكر جمعه اكو احتمال يسوي لك دولمه؟ اي والله اكو احتمال لان معطلين ان شاء الله. طيب ان شاء الله دولمه. من يسوي لك دولمه طيبه؟ والله الوالده. الله يحفظ لك اياها ونقدم لها تحيه. يحفظ والدتك. يخليك يا رب. اكلتك المفضله؟ انا اومليت ريوق اللي هو اكثر شيء. ما احب لا هذا الشيء. اومليت. اي ملتزم بالدايت؟ لا وينك بدايت بهالزلق؟ اه عبالي بدايت. لا لا اومليت مخلمه اللي هي. اعرف اعرف الاومليت طبعا. يعني كل حياتك اومليت؟ ماكو. لا مو كل حياتي اومليت يعني انا يعني عندي الوجبه المفضله هي الريوق اكثر شيء. وما باقي الوجبات تسوي له احد يسوي لك اياه؟ والله اكثر شيء بالخارج اكله يعني، وانا اطلع من الصبح. نعم. مجال عملي ودراسه همي انا، فما اعتمد على اهلي بهذا الشيء، واهلي ما يقصرون الحمد لله. ربي يحفظك يا رب. يا رب. ويلي يا بابا الحديه مو قاعده بس اذا قبوا قبوا. ليش اغلب الشباب ما يحبون مرقه الشجر؟ لا بالعكس انا احبها. ايه كلش احبها. حاله نادره. لا لا اكو هواي اعرفهم يحبون. حاله نادره يابي. بس هي اكثريتهم ما يحبوها ما مجربها يمكن. ممكن. من يجربها يشوفون غير شيء. تحب مرقه الشجر؟ اكيد. الله. هاي الوجبه المفضله للرسول الاعظم. انا مصدومه بيكم. لا هي الوجبه المفضله للرسول الاعظم واحنا نقتدي به. عزيزي هاي باليوم اذا اقول راح اطبخ شجر كلها تقول لا احنا راح نلزم برا. ما يعرفون شنو قيمتها وما يعرفون شنو فيها. طبعا هي فوائد كلش طيبه. كلش طيبه وخفيفه على المعده. بالضبط. احنا نحب هذا الشيء. هسه بارده بالذات احنا صيفنا ما شاء الله يجنن. اي اكيد. شباب انتوا انا ببرنامج اربح مع زاغروس يمنح جائزه قيمتها 10 مليون دينار وان شاء الله يا رب تفوزون ويانا بالسحب. اذا ربحت ال 10 مليون ان شاء الله شنو راح تسوي بها؟ والله سوي بها شغله يعني تفتح مشروع نقول؟ تفيدني اي مو او شغله اريد اشتريها مو مشكله. يلا ان شاء الله. اذا ربحت ال 10 مليون مشروع المستقبل اللي هو اول شيء يعني 10 مليون يعني هي مو كلش قويه بس ممكن تساعد نقول ممكن تساعد يعني. نعم. ابسط الامور نفتح لنا فد ورشه خاصه بينا لهذا المجال العملي اللي هو كاميرات مراقبه. حلو. يلا ان شاء الله. وجع عندك كانت الكاميرات الله وكيلك مش بس احد يعرف. شباب عدة سؤال وبي عدة خيارات لا تستعجلون بالجواب. السؤال يقول الشمس هل هي كوكب أو نجم أو قمر؟ نجم. متأكد؟ متأكد. طويل غشيت هنا يا بابا. لا سهل هذا السؤال. شو تقول؟ نجم. نثبت؟ نثبت. ها هي؟ أكيد. يا بالجواب صحيح وهو نجم.